هنبدأ أول جزء في الـ Female Genital System، بيتكلم عن الـ Inflammations والـ Infections of Female Genital Tract. أول مرض عندنا اسمه PID، وطبعا PID ده اختصار إيه؟ اختصار Pelvic Inflammatory Disease. ليه سموه Pelvic Inflammatory Disease؟ لأن الـ Female بيحصل عندها Infection يوصلها لـ Inflammation في كل الـ Female Genital Tract، يبدأ من تحت lower genital tract infection ويطلع لفوق upper female genital tract infection لحد ما يطلع على البريتونيوم ويعمل لها peritonitis. طيب يبقى لما نيجي نعمل definition للـ PID هنقول ان هو عبارة عن infective suppurative disease characterized by inflammation of the whole female genital tract، واخد الـ infection من تحت لحد فوق. طيب الايتيولوجي، اشهر بريديسبوزنج فاكتور عندنا ان الفيميل يحصل لها تلوث بعد الولاده بوست بارتم، وغالبا بيبقى انفكشن بايوجينيك بكتيريا. اشهر بايوجينيك بكتيريا عندنا بتعمل انفكشن للجينيتال تراكت هي اللي بيسموها الجونو كوكاي اللي بتعمل الجونوريا، او ممكن اي بكتيريا زي الاستاف والستريبت، وممكن الكلاميديا. الميكانيزم بيحصل ازاي؟ الفيميل بيبقى عندها البكتيريا دخلت عن طريق اللور جينيتال تراكت. طبعا لما بندخل عن طريق اللور جينيتال تراكت يبقى احنا كده دخلنا على منطقة السيرفكس، لان منطقة السيرفكس هي المنطقة اللي مؤكد انها تنقلي العدوى لحد فوق، لان البكتيريا في الفاجينا في الغالب مش تعمل مشاكل، لان الفاجينا ريزيستنت لبكتيريا الانفكشن ما عدا في حالات نادره. فكون ان يحصل سير في سايتس يعني انفلاميشن في عنق الرحم، فدوت بيأهل المنطقه لحدوث انتقال للعدوى. طلع الانفكشن بعد كده من السيرفكس على المنطقه ديت اللي هي الاندوميتريوم، الفيميل بقى عندها التهابات في الاندوميتريوم، بقى عندها اندوميترايتس، بقى عندي صديد جوه الرحم. طلع الصديد من الاندوميتريوم، طلع على القنوات على الفالوبيان تيوب، التهاب الفالوبيان تيوب بقى اسمه سال بينجايتس. التهاب الفالوبيان تيوب في الاول بينتج ميه يبقى هايدرو سالبينكس، بعد كده بينتج بس يبقى بايو سالبينكس. يبقى انا عندي دلوقتي الفيميل جينيتال تراكت ملتهب من اول تحت لحد فوق. طبعا احنا عارفين ان الفالوبيان تيوب ديت مفتوحه بالفيمبريا بتاعتها على بره، فيبدأ الانفكشن يطلع على الاوفري. لو خرج الانفكشن على الاوفري عمل لي خراج ما بين التيوب والاوفري اللي هو تيوبو اوفريان ابسس، او ممكن يعمل التهابات في الاوفري اللي هي الاو او فرايتس، وبعد كده الانفكشن في منطقه بقى في منطقه مفتوحه يبقى ممكن يوصل لبيريتونايتس، لان احنا كده بقينا في البيريتونيوم. هي دي قصه البلفيك انفلاماتوري ديزيز. يعني القصة بدأت بيه يا دكتور، بدأت بيه سيرفيسايتس وانتهت بإيه؟ وانتهت ببيريتونايتس. طيب طبعا الكومبليكيشن في ميل دي، الأول حاجة كلينيكالي لازم تلاقي عندها بيلفيك بين، ألم شديد جدا، مغص بيجي لها دايما في منطقة الحوض، وممكن تلاقي عندها أعراض الانفكشن زي الفيفر، وسهل يحصل لها بليدنج لأن أنت الصديد اللي موجود جوه بيعمل ألسريشن للإبيثيليوم، فتلاقي بيجي لها نزيف غير منتظم في غير اوقات البيريود، يبقى تلاقيها بتنزف وبينزل منها بس، وتلاقي عندها الم وتلاقي عندها فيفر. لما يقول لك في الكومبليكيشن ادنكسال بين، يقصد كلمه ادنكسال اللي هو الم في منطقه البلفس ناحيه الاوفري اللي هي الملحقات بتاعه اليوترس، يعني الفالوبيان تيوب او الاوفري، المنطقه دي بيقولوا عليها الادنكسال اريا، تمام؟ فبيلاقوا عندها بين وبنشوف عندها فيفر، والكومبليكيشن اخطر حاجه ان يحصل ايه؟ ان يحصل بيريتونايتس. المقارنه اللي قدامنا ديت احنا كده بنقارن دلوقتي ما بين اتنين بيجوا لنا في اللور جينيتال تراكت، وهما الهربس سيمبلكس فيروس والكانديدا. بس الاتنين دول مش بيعملوا بلفيك انفلاماتوري ديزيز، لان لا الهربس سيمبلكس فيروس بيعمل باس ولا الكانديدا بتعمل لي باس. ايه وجه المقارنه ما بين الاثنين؟ ان الهربس سيمبلكس فيروس والكانديدا الاثنين بيجوا في اللور جينيتال تراكت، يبقى دي انفكشن بتيجي للفيميل من تحت خاصه في الفاجينا وفي السيرفكس. طيب الفرق الاولاني، الهربس سيمبلكس فيروس 2 دوت فيروس بيجي عن طريق سيكشوال انتركورس. الكانديدا اللي هي الكانديدا البيكانس ده فانجس اصلا موجود كومنسال.
امتى بيزيد؟ لو المناعة قلت او في ويتنس رطوبة زيادة، او لو الفيميل بتاخد انتيبيوتيك لفترات طويلة. طب المورفولوجي، لما تيجي تبص على الفيروس الهيربس سيمبلكس فيروس، دايما الفيروس ده بيبدأ على شكل الاول فيزيكلز. يعني يا دكتور فيزيكل يعني حبيبات جواها مية، تفرقع الحبيبات ديت وتسيب لي قرح سطحية سوبرفيشال ألسر بتتغطى بقشرة بيقولوا عليها كراست. يعني الفيميل يبقى عندها الأول حبيبات مليانة مية تفرقع وتسيب قرح عليها قشرة اللي هي الكراست. ممكن ليتنت انفكشن، يعني ايه؟ يعني العصب دوت يحصل ان الفيروس يعيش في العصب، يمشي على مسار العصب، ولما المناعة تضعف يكرر العدوى تاني. طب الكانديدا، الكانديدا بتظهر على شكل بقع بيضة، بقع حمراء اللي هي الاريثيما، وبعد كده نلاقي وايت ديسشارج. وايت ديسشارج يعني بلاقي سائل ابيض تقيل لزج عامل زي الزبادي كده او عامل زي الجبنة المهروسة بينزل من الفاجينا عند الفيميل، فبنعرف ان السبب دايما كانديدا. ومشكلة الكانديديزز انها مرض كرونيك. ده الفرق ما بين الاتنين. طيب تعالوا ندخل بعد كده في القصة اللي اسمها كرونيك سيرفيسايتس. بص بقى معي، احنا قلنا دلوقتي الفيميل احنا عندنا منطقة السيرفيكس اهي، المنطقة الخارجية من السيرفيكس اللي احنا شايفينها في الرسمة قدامنا دي بيسموها اكزو سيرفيكس، المنطقة الداخلية من السيرفيكس اللي انت مش شايفها من بره اللي هي من جوه دي بيسموها اندو سيرفيكس. الاكزو سيرفيكس الابيثيليوم بتاعه ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم زي الفاجينا، الفاجينا برضو نفس اللايننج ستراتيفايد سكويموس. الاندو سيرفيكس اللايننج بتاعه عبارة عن كولامنر سيلز بتنتج ميوكس، وفيها جلاند بينتج ميوكس زي الاندوميتريوم، عشان كده سموا ده اندو سيرفيكس لانه شبه الاندوميتريوم، جلاند بتنتج ميوكس وكلامنر ابيثيليوم. والاكزو سيرفيكس اكزو لانه البره، ده شبه الفاجينا. خلاص ركز بقى معايا، لو انا عندي بيشنت جالها التهابات في السيرفيكس، الالتهاب دوت سببه مثلا زي مثلا انفكشن، انفكشن قلنا زي اشهر حاجه مثلا كلاميديا او جونوريا، والتهاب بقى مزمن كرونيك، في مجموعة من التغيرات بتحصل في تركيبة السيرفيكس بتعمل تشوهات وأعراض جانبية كتيرة جدا، هنجمعها في كلمة سبلين، SPLEEN. تعال نبدأ بالإس، التهييج المزمن لمنطقة الإندو سيرفيكس، أغير بس لون القلم ده أهو، التهييج المزمن لمنطقة الإندو سيرفيكس ممكن الإبيثيليوم يتحول إلى سكويموس، يبقى اول تغيير عندي اسمه سكويموس ميتابليزي، لو قلب سكويموس يبقى ده بري كانسرس، واكتر منطقه بتقلب هي الترانزيشن زون اللي هي ما بين البنين الحته دي كده اهو، تمام؟ يبقى مين اللي بيقلب؟ الاندو سيرفكس او الترانزيشن زون. ليه مش الاكزو؟ لان الاكزو اصلا سكويموس. النقطه رقم 2، ان ممكن التهيج المزمن للمنطقه اللي في الاندو سيرفكس اللي فيها جلاند ممكن مع الوقت يكون بوليبس، والبوليبس بتبقى هايلي فاسكولار ممكن تجيب دم وتعمل بليدنج، يبقى البي بوليبس. ايه مكونات البوليب؟ بلاقي عندي اندو سيرفايكال جلاندز، الجلاندز بتاعت الاندو سيرفيكس مع شويه اوعيه دمويه، عشان كده تلاقي البوليب احمر وسهل جدا انه ينزف، تمام؟ والفيميل ديت طبعا بيحصل لها بليدنج ديورنج سيكشوال انتركورس، بليدنج ديورنج كويتس، وديسبارونيا يعني الم مع الانتركورس. النقطة اللي بعدها سيبك منها دلوقتي، ال اللي هقولها بعد ما نخلص ال N، خش على اللي بعده ال E. ال E ان ممكن يحصل حاجة اسمها erosion، وكلمة erosion معناها ايه يا دكتور؟ معناها ان يحصل تآكل او قرح في الابيثيليوم، ولو حصل قرح في الابيثيليوم وقع اللي هو الجزء ده مثلا، يقوم يحصل ان الكولامنر ابيثيليوم يبدأ يغطيه، وطبعا الكولامنر ابيثيليوم لو غطى مكان السكويموس فهو ضعيف، فممكن برضو يقع تاني ويستمر الايروجن ويعمل بليدنج. الاي اللي بعدها اسمها اكتروبيان، وكلمه اكتروبيان معناها ايه؟ معناها ان السيرفكس لو حصل فيه تليف، نتخيل مثلا فايبروز حصل في المنطقه ديت، فيقوم التليف يشد لي السيرفكس كده، تمام؟ فتلاقي ان المنطقه الكولامنر بقت مكشوفه، المنطقه الكولامنر اللي كانت جوه بقت مكشوفه لان الاستراتيفايد سكويموس اتزحزح شويه، اتحرك لاترال،
تمام. فطبعا كون انها مكشوفه يبقى معرضه للاصابات ومعرضه للنزيف. كلمه اكتروبيان يعني حصل ايفرجن، ايفرجن يعني بقى ايفرتد يعني بقى مقلوب لبره. والشد ده حصل ليه؟ حصل بسبب التليف المزمن مع الكرونيك انفلاميشن اللي بيحصل. الان اخر حاجه عندنا بيسموها نابوثيان فوليكل، والنابوثيان فوليكل ان الجلاند اللي موجوده في السيرفكس تتنفخ. ليه اتنفخت؟ لان الفتحه اتسدت بالالتهابات. الجلاند بتتنفخ ايه؟ بتتنفخ ميوكس. طب ايه المشكله؟ ولا حاجه، انا بشوف شويه كلاكيع او كور بيضه، الكور دي مليانه ميوكس. مشكلتها انها بتنفجر، ولو انفجرت بتبدا تنزل افرازات مخاطيه لزجه بيضه اللي هي بيسموها ال بقى اللي هي الليكوريا. يبقى ال ليكوريا. ايه سبب ليكو؟ يعني ابيض، ريا يعني سيلان. فانا عندي سائل ابيض عباره عن ميوكس مع باس، ودوت بينزل من الرابشرد نابوثيان فوليكل اللي هي الديستندد جلاند. تعال نبص على الكلام اللي قلناه. قلنا الاس، بص معايا، سكويموس ميتابليزيا بتحصل فين؟ بتحصل في الاندوسيرفكس، ودي مشكلتها انها بريكانسرس. ليه مش في الاكزو؟ لان هو اصلا سكويموس. طب البي بوليب، بص الرسمه قدامك، البوليب جاي منين يا دكتور؟ جاي من الاندوسيرفكس اهو، وجاي مدلدل نازل لتحت، لان البوليب دوت بيبقى تقيل ومليان بلاد فيسلز وجلاند، سهل ينزف ويعمل بليدنج عند الفيميل. هنا احنا بنبص من تحت كده، انت شايف كده الايه سيرفكس من تحت، والبوليب نازل من الاكسترنال اوس من فتحه السيرفكس. يبقى قلنا الاس والبي. ال ليكوريا، السائل الابيض اللي انت حضرتك شايفه دوت، هو عباره عن ميه، عباره عن ميوكس مع باس بسبب انفجار النابوثيان فوليكل. الاي اكتروبيان، بص معايا الصوره الطبيعيه للسيرفكس، انك تلاقي هنا ستراتفايد سكويمس اهو، وهنا كولامنر. لو حصل تليف ده بيقلب بالمنظر ده اهو، لقينا الكولامنر بقى موجود في المنطقه دي. طب لما نبص من تحت، الحته دي كلها ستراتفايد سكويمس. طب يوم ما بيقلب الحته دي بقت ايه؟ بقت كولامنر. ده اللي بيسموه الاكتروبيان. وطبعا الاكتروبيان زي ما حضرتك شايف بيبقى طبعا عندها قابليه للنزيف، تمام. الجزء اللي بعده الاي اسمها ايروجن، والايروجن معناه ان حصل قرح في المنطقه ديت، والقرح في المنطقه ديت لسكويموس بيقول لك بتتغطى بكولامنر ايبيثيليوم، او ان بيحصل لها كولامنر ميتابليزيا، وطبعا الكولامنر ضعيف وبالتالي برضو هيحصل بليدنج. اخر حاجه الان اللي هي النابوثيان سيست او النابوثيان فوليكل، وديت اللي هي السيست جلاند الميوكس جلاند اللي موجوده في السيرفكس اللي بدا يحصل لها ديستنشن بسبب انسداد الفتحات بتاعتها. بعد كده على القصه اللي بيسموها سي اي ان، وسي اي ان دي حاله بيسموها سيرفايكال انتريبيثيال نيوبليجيا. وكلمه سيرفايكال انتريبيثيال نيوبليجيا معناه ان الابيثيليوم اللي موجود في السيرفكس بدا يتغير، يبقى شكله وحش ولكن ما عملش انفيجن. السبب الاساسي للسيرفايكال انتريبيثيال نيوبليجيا بيقول لك ان هو اكتر في الفيميلز البروستيتيوتس بسبب المالتيبل سيكشوال بارتنرز، بيساعد على العدوى، فبيجي لهم الهيومن بابيلوما فيروس السرطاني اللي هو رقم 16 ورقم 18. الهيومن بابيلوما فيروس النوع الأونكوجينيك ده ممكن يعمل لنا أونكوجين اسمه E6 أو E7. هذا الأونكوجين بيعمل سابريشن للجين التيومر سابريسور المهم في الجسم البي 53. فالفيروس ده بيضرب البي 53 ودوت بيؤدي إلى حدوث تغيرات بري مالجننت أو مالجننت في السيربكس. من أشهر اكسبوزنج فاكتور مالتيبل سيكشوال بارتنرز، أو إن البارتنر نفسه يبقى ليه مالتيبل سيكشوال ريليشنز. والسي اي ان طبعا بينتقل سيكشوال. بيقول لك احنا لو عايزين نفحص السي اي ان دوت بنعرفه ازاي؟
السي اي ان دوت بيتعرف ان هو عن طريق المنظار عنق الرحم بيسموه الكولبوسكوب. بتيجي تبص بالكولبوسكوب بلاقي فيه منطقه في السيرفكس شكلها متغير عن النورمال، تمام، واكتر منطقه هي منطقه الترانزيشن زون، لان احنا الحته ديت هي الاكزو سيرفكس اللي هو لايند بسترافاي سكويموس، ومن جوه اندو سيرفكس اللي هو لايند بكولامنر المنطقه دي اسمها الترانزيشن زون اللي هي بين البنين. فاحنا لما بنشوف المنطقه دي شكلها غريب، احيانا ما بيبقاش المنظر مورفولوجيكالي واضح جروس بهذا الشكل، فيبداوا يصبغوها بالايودين بيستخدم صبغه اليود. المفروض ان صبغه اليود لما تصبغ بيها السيرفكس المناطق اللي هي الافكتد ما بتقبلش الصبغه، بتبقى ان ستيند، لا تقبل الصبغه. التيست ده بيسموه باسم العالم اللي اكتشفه، اسمه الشيلر تيست. يبقى الشيلر تيست هو عباره عن ايودين بنصبغ بيه المكان اللي هو الافكتد المصاب بيبقى ان ستيند. في بعض الناس بتستخدم وسائل اخرى زي الخل الاسيتيك اسيد، والاسيتيك اسيد بيخلي المنطقه ديت مكرمشه او جرانيولر او موزايك، بيبقى شكلها مختلف. ايا كان احنا تحت الميكروسكوب السي اي ان ما هو الا شكل من اشكال الديسبليجيا. يعني احنا مفروض ان احنا في الابيثيليوم لو احنا عندنا ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم، لو ده الشكل النورمال، في حالات السي اي ان اللي هي جريد 1 بتعتبر مايلد ديسبليجيا. ومايلد ديسبليجيا معناها ايه؟ معناه ان الخلايا اللي في التلت التحتاني بس اللي هي اللي في اللور ثيرد بدا يحصل لها ابنورماليتي، وطبعا ممكن نشوف فيها الانكلوجنز بتاعت الفيروس اللي بنسميها كويلوسايتوزس. تمام؟ لو احنا دخلنا في الجريد 2 سي اي ان 2 بقى بيسموها مودريت ديسبليجيا، وديت معناه ان بدا يبقى عندنا ديسبليجيا في اللور 2 ثيردز، بقت الخلايا شكلها ابنورمال، وممكن نشوف فيها الانكلوجنز بتاعت الفيروس بقى فيها كويلوسايتوزس. يعني الفيروس ما بيتصبغش وبيبان لونه ابيض تحت الميكروسكوب، ده بنسميه كويلوسايتوزس. تمام؟ بيقول لك ان احنا في عندنا في السي اي ان 3 اللي هي في السيفير ديسبليجيا، ان انت تبدا تشوف ديسبليجيا في الفول ثيكنس، بشوف ديسبليجيا في كل اللايرز. لما تحصل الديسبليجيا بنبدا نشوف انا اسف، الكويلوسايتوز بيتشاف في الاماكن، مش الاماكن الافكتد، بيتشاف في الاماكن السليمه. تمام؟ الاماكن اللي هي ما فيهاش الديسبليجيا، يعني الكويلوسايتوز هيبان هنا، اوكي، والكويلوسايتوزز هيبان هنا، اوكي. يعني هو الفيروس ما بيبقاش موجود في الخلايا الديسبلاستيك، هو بيعد الخلايا كلها، ولكن الخلايا لما بيحصل فيها ديسبليجيا خلاص الفيروس ما بيبقاش موجود فيها، او الكويلوسايتوز ما بيبانش فيها. ولذلك الكويلوسايتوز يبان في السي اي ان 1، يبان في السي اي ان 2، ما يظهرش في السي اي ان 3. ليه؟ لان الخلايا كلها بقت ديسبلاستيك، واخده كل الفول ثيكنس، ولذلك ما يظهرش فيها الكويلوسايتوز. طيب، يبقى ده بالنسبه للسي اي ان. بيقول لك ان احنا عندنا السي اي ان البروجريشن بتاعه بيعتمد على المرحله بتاعته. يعني ايه؟ يعني انا لو عندي العينه عندها السي اي ان 1 وده احسن حاله، 60% من الحالات بيحصل له ريجريشن، بيتراجع بيرجع سليم. انما لو سي اي ان 2 او 3 60% من الحالات بيبرزست، بيفضل زي ما هو. تمام؟ بعد كده عندنا قاعده 30 10. في الافضل، في الحالات الافضل يا سي اي ان 1 30% بتفضل زي ما هي، ولكن في السي اي ان 2 و3 30% بترجع. يبقى احنا عكسنا الرقم، النوع الافضل اللي هو السي اي ان 1 60% من الحالات بيرجع، ولكن في سي اي ان 2 و3 بيبقى 30% بس من الحالات بيرجع. تمام؟ في السي اي ان 1 30% بيفضل زي ما هو، سي اي ان 2 و3 60% بيفضل زي ما هو، وفي الحالتين 10% بيبروجريس، بيتقدم الى المرحله اللي بعديه. يا سي اي ان 1 يتقدم تي او 3، والسي اي ان 2 و3 بيبروجريس تو انفيزيف كارسينوما. تمام؟ طيب، تعالوا نتكلم على الكانسر سيرفكس. اولا الكانسر سيرفكس هو سرطان بيجي للفيميل في سن مش شرط يبقى كبير قوي، ولكن ممكن نلاقي سن بدايه من ال 40 سنه. وغالبا الفيميلز دول بريسبوزنج فاكتور هم الفيميلز اللي كان عندهم السي اي ان، او الفيميل اللي كان عندهم سكويموس ميتابليجيا. والسكويموس ميتابليجيا اللي كانت ممكن تحصل في حالات الكرونيك سيرفيسايتس، ولكن اشهر سبب هو السي اي ان. ايه اشهر مكان للسيرفايكال كانسر؟ المنطقه اللي بيسموها ترانزيشن زون، والترانزيشن زون او ترانسفورميشن زون هي المنطقه ما بين الاكزو سيرفكس والاندو سيرفكس، اللي بيبدا لسه فيها يتحول من ساتفايد لكولامنر.
فده اكتر مكان بيحصل فيه الكانسر سيرفيكس. الكانسر سيرفيكس شكله بالعين لما جينا نبص عليه لقينا ان الشكل ممكن يبقى اكزوفيتك، يعمل ماس خارجيه لبره زي فانجيتنج ماس او مالجنت ألسر، او ممكن يبقى انفلتريتيف اندوفيتك، يعني الاشكال التقليديه اللي احنا عارفينها. تحت الميكروسكوب السيرفايكال كارسينوما معظم الحالات بتبقى عبارة عن سيل نيستس، والسيل نيستس جواها كيراتين، معظم الحالات بتبقى سكويمس سيل كارسينوما. ولكن في بعض الحالات اللي ممكن تيجي في الاندو سيرفيكس ممكن تبقى مالجنانت جلانز عبارة عن ادينو كارسينوما. تمام، في بعض الحالات بيبقى ميكس ما بين الاثنين بنسميها ادينو سكويمس كارسينوما، يبقى ممكن يبقى في سكويمس سيل كارسينوما وده الموست كومن تايب، او ادينو كارسينوما او ادينو سكويمس كارسينوما، او احيانا في بعض الحالات بنلاقي خلايا صغيره اللي هي بنسميها سمول سيل كارسينوما، وده من الانواع السيئه ولكن مش كومن في السيرفكس. تمام، يبقى ادينو كارسينوما وسكويمس كارسينوما رقم واحد، ادينو كارسينوما، ادينو سكويمس، وسمول سيل كارسينوما. الاستيجنج بتاع الكانسر سيرفكس قلنا لو احنا ستيج 0 معناها ان هي سي اي ان، معناه ان السرطان ما عملش ماس اصلا، وسي اي ان يعني ممكن هي سي اي ان 3 اللي بتوصل كارسينوما ان سايتو. ولكن لو قلنا انه ستيج 1 معناه ان السرطان في السيرفكس بس، ستيج 2 بدا يعمل بروتريوجن ينزل من الابر بارت اوف ذا فاجينا، ستيج 3 بدا يخرج من السيرفكس يطلع على البلفس وبلفيك وول او يعمل بروتريوجن وصل لللور بارت اوف ذا فاجينا. لو قلنا ان ستيج 4 معناه انه وصل للاورجنز، سواء الاورجنز اللي موجوده في البلفس او ديستانت ميتاستاسيس، يبقى عندنا ده الستيجنج بتاع الكانسر سيرفكس. تعالوا نتكلم على الميشرال سايكل عند الفيميل. طبعا احنا عارفين ان الميشرال سايكل بتبدا اول يوم في السايكل هو مع ظهور البليدنج، وهو دوت غالبا بيقعد عند الفيميل من يوم لاربع ايام. الاندومتريوم بيحصل فيه شيدنج، شيدنج يعني الاندومتريوم بيقع وتبدا الفيسلز تفرقع ويبدا يحصل بليدنج. في هذه المرحله في الاوفري، الاوفري في الوقت دوت بيكون حصل ان الهرمونات بدأت تقل، وده معناه ان حصل ريجريشن للكوربس ليوتيم. احنا عارفين ان في حاجة اسمها كوربس ليوتيم، والكوربس ليوتيم دوت اللي بينتج البروجستيرون بدأ يحصل له ريجريشن، ما عنديش فوليكلز وما عنديش كوربس ليوتيم، وبالتالي الهرمونز جميع الهرمونات وقع، ما فيش استروجين ولا بروجستيرون. المرحلة البروليفراتيف اللي بيحصل في الأوفري بتقعد من اليوم الرابع لليوم الـ14. اللي بيحصل ان بدأ في المرحلة البروليفراتيف يتكون عندنا ما يعرف به الجريفيان فوليكل، والجريفيان فوليكل بتبقى متحوطه بخلايا بيسموها جرانيولوزا سيلز، والجرانيولوزا سيلز طبعا الجريفيان فوليكل ديت بيبقى فيها الاوفا في النص، والاوفا ديت حواليها خلايا اللي هي الجرانيولوزا سيلز، والجرانيولوزا سيلز بتنتج في الدم استروجين. تاثير الاستروجين على الاندوميتريوم، الاستروجين بيعمل اندوميتريال بروليفريشن، بيبقى حاله بيسموها بروليفراتيف اندوميتريوم، بيبقى لايند بكولامنر ايبيثيليوم سنجل لاير، والجلانز بتبقى يونيفورم وسمول قد بعض، والستروما ان بتوين الجلاند بتبقى سبندل سيل ستروما، خلايا بتبقى سبندل ان بتوين الجلانز. دي المرحله اللي بيسموها بروليفراتيف. عند اليوم ال 14 بيكون الجرافيان فوليكل فتحت، والفتحه بتاعت الجرافيان فوليكل ديت حصل معاها اوفيوليشن، اوفا بدات خرجت بره، الجرافيان فوليكل بدات تتحول لما يعرف بالكوربس ليوتيم، اللي بيقعد لحد تقريبا 14 يوم لحد اليوم ال 28، من بعد اليوم ال 14 لحد اليوم ال 28، والكوربس ليوتيم مفروض انه بينتج البروجستيرون. ايه تاثير البروجستيرون على الاندوميتريوم؟ بيعمل مرحله اسمها سيكريتوري اندوميتريوم، ان الجلاند بتبقى دايليتد وتورشوس، ان اللايننج ايبيثيليوم ممكن نلاقي فيه فاكيولز سب نيوكليير او سوبرا نيوكليير فاكيولز، ان حتى السيلز اللي موجوده في الاستروما بقت فاكيوليتد سيلز مدوره راوندد وفاكيوليتد سيلز، ان الاندوميتريوم ممكن نلاقي فيه كميه من السكريشن بقى فيه افرازات. يبقى البروجستيرون بينشط الايه السكريتوري فيز اوف اندوميتريوم، سكريتوري يعني الابيثيليوم بتاع الاندوميتريوم يبقى فيه سكريشنز او فاكيول سكريشن جوه جلاند، والاستروما بتبقى فاكيوليتد. ده اللي بيحصل، دي مراحل الاوفيريان سايكل.
تعالوا ندخل بعد كده في موضوع اسمه purple sepsis، او اللي هو بيسموه acute endometritis. purple sepsis اللي هو بيسموه حمى النفاس، ولذلك purple sepsis دوت كان شائع زمان بيحصل post partum، يعني بعد الولادة او بعد الابورشن. بعد الولادة او بعد الابورشن لو حصل تلوث للاندومتريوم، لان بطانة الرحم في هذه الفترة بيبقى فيها bleeding، في الوقت ده بتقعد الفيميل فترة البريبيريوم عندها نزيف لمدة من 20 ل 40 يوم، فالفترة دي بتبقى معرضة لدخول انفكشن لو جالها انفكشن، سواء من بره أثناء الولادة أو جالها عن طريق الدم بكتيريا، هتبدأ تعمل سابيوراتيف انفلاميشن في الاندوميتريوم. يبقى البيربرا سيبسز ما هو إلا سابيوراتيف انفلاميشن بيحصل في الاندوميتريوم. طبعا لما بيحصل سابيوراتيف انفلاميشن يبقى حجم اليوترس أخباره إيه؟ حجم اليوترس بيبقى كبير، فبنقول عليه سب انفوليوتد. سب انفوليوتد يعني ما نزلش لمكانه الطبيعي بعد الولادة. لون اليوترس طبعا بيبقى لونه ريد، وبلاقي فيه طبعا من جوه فيه بس، والميكوزا اتوقع ان يحصل فيها ulceration. طبعا الفيميل اللي عندها purpura sepsis اتوقع الفيميل ديت بيبقى عندها فيفر، اتوقع الفيميل ديت بيبقى عندها pelvic pain، اتوقع الفيميل ديت يبقى عندها excessive او continuous bleeding، البليدنج موقفش. والcomplications بتاعت purpura sepsis هي نفس الcomplications اللي كانت بتوصلنا لحاجة اسمها pelvic inflammatory disease، لأن الانفكشن طالما في الاندوميتريوم فممكن يروح للفلوبيان تيوب والأوفري والبريتونيوم. ولكن يبقى أخطر complication أن ممكن الفينز اللي موجودة في اليوترس يتكون فيها جلطات ملوثة اللي هي بنسميها septic thrombophlebitis، وهذه الجلطات الملوثة لو انتشرت في الدم عملت fragmentation، العينة ديت ممكن تدخل في بايميا. اخطر حاجه بتموت الفيميل في حالات البيربرا سيبسيس كانت السبتسيميا والبايميا. وطبعا الهيلينج ممكن يحصل هيلينج بفايبروزز، ولو حصل تليف داخل الرحم فالكلام دوت ممكن يوصل لانفيرتاليتي. تعالوا نتكلم بعد كده في موضوع هو اشهر سبب للالم وقت البيريود عند الفيميل. لو الفيميل حصل لها ديس مينوريا، يعني الم شديد وقت البيريود، فاشهر سبب عند الفيميل دول ان احنا بيبقى فيه عند الفيميل دول جلانز من الاندوميتريوم، ادينو جلانز من الاندوميتريوم حصل لها بروليفريشن او انفاجينيشن داخل الميوميتريوم جوه العضله، فنسميه مرض نسميه ادينو مايوزز. افتكر من كلمه ادينو جلاند مايو عضله. يعني ايه ادينو مايوزز؟ بيقول لك ان في بعض الفيميلز بيبقى عندهم الاندوميتريوم، طبعا احنا عارفين الاندوميتريوم عباره عن جلانز، الجلانز ديت مفروض انها الى حد ما شويه بتبقى انفاجينيتد، ولكن بعض الفيميل عندهم البيزال لير بتاعت الجلاند اكتف قوي، فبيحصل لها ديب انفاجينيشن داخل المسل. فاحنا طبعا انت عارف ان الجلاند بيبقى ليها ستروما في الاندوميتريوم، الاستروما ديت عباره عن سيلولار ستروما، طبعا الجلاند بتنزل بالاستروما بتاعتها، بيحصل انفاجينيشن او بروليفريشن اوف اندوميتريال جلاندز ديب انتو مايوميتريوم. احنا عارفين ان تحت هنا عندنا طبقة العضلات، تمام؟ فالفيميل ديت ممكن يحصل وقت البيريود لو حصل بليدنج في المنطقة ديت، طبعا اندوميتريال جلاند بيحصل لها شيدنج وقت الايه، وقت البيريود، لان الاندوميتريال فيسلز بتيجي في وقت البيريود تقوم فرقعه، الدم دوت مفروض انه يطرد الجلاند. لو انت عندك الجلاند طبيعيه وسطحيه الدم دوت هيقوم طارد الجلاند وعامل بليدنج لبره، ولكن الجلاندز العميقه الدم دوت ممكن يتراكم مع الجلاند داخل العضله فيعمل الم. وبالتالي بنشوف عند الفيميلز دول لما تيجي تبص على اليوترس بلاقي ان اليوترس مع الوقت بيتخن، الوول بيبقى ثيكند، وبلاقي في عندي براون سيستس او براون نوديولز اللي هي عباره عن invaginated gland مع bleeding. طبعا تحت الميكروسكوب لو احنا بنبص تحت الميكروسكوب ديت عضلات اليوترس، ده الميوميتريوم اللي هو في الجنبين اللي هم دول، تمام؟ ولكن لما بصينا على المنطقة ديت لقينا ان عندي endometrial gland، واهم علامة خد بالك منها with endometrial stroma، لان وجود gland بس ده معناه ان حصل invasion ده سرطان، ولكن دي invaginated gland مع الاستروما بتاعتها in myometrium. والكلام ده طبعا بيعمل ألم مع البيريود بنسميه ديسمينوريا. وبصينا تحت الميكروسكوب هلاقي ان عندي ديت اندوميتريال جلاندز، وديت الاستروما بتاعت الاندوميتريوم، وديت المسل بتاعت الايه اليوترس. طبعا مشكله الفيميل ديت بيحصل لها ديسمينوريا بليدنج جوه العضله يعمل ألم، ونادرا جدا 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 ان يحصل انفيرتاليتي. في مرض تاني مشابه ولكن بيسموه اندوميتريوزز،
والإندومتريوزز هو بطانة الرحم المهاجرة. إندومتريوم أوزز يعني كتير، يعني وجود إندومتريوم خارج اليوترس. فهو تعريف الإندومتريوزز هو presence of endometrial tissue outside uterus. بيروح فين بره اليوترس؟ الإندومتريوم لو إن عند الفيميل ممكن يتزرع في أماكن خارج اليوترس، وأشهر الأماكن هي الأماكن الأقرب، أشهرها على سبيل المثال رقم واحد الفلوبيان تيوب. ممكن الفيميل الاقي عندها اندوميتريال تيشو في الفلوبيان تيوب، ممكن الاقي عندها اندوميتريال تيشو في الاوفري وده مكان مشهور جدا، ممكن الاقي اندوميتريال تيشو على الاوفيريان ليجامنت، ممكن الاقي اندوميتريال تيشو في البريتونيوم او انستاينال، وفي بعض الحالات لو اندوميتريال تيشو على اللابروتوم سكار. يعني ايه لابروتوم سكار؟ يعني واحده عملت عمليه مثلا عن طريق المنظار، المكان في البطن اللي فيه سكار لقوا ان عليه اندوميتريال تيشو. وفي بعض الحالات النادره بيروح لاماكن بعيده زي الليمف نود واللنج واماكن ابعد من ذلك. ايه النظريات اللي بتفسر الاندوميتريوز؟ لحد النهارده ما نعرفش الاندوميتريوز اتزرع، اندوميتريوم ده اتزرع ازاي، ولكن احد النظريات افترضت ان الاندوميتريوم دوت خرج من اليوترس عن طريق الفلوبيان تيوب، وراحوا مسمين النظريه رقم واحد تيوب الريجيرج ثيوري، ولكن دي ما فسرتش الاندوميتريوم اللي موجود في الاماكن البعيده. النظريه رقم 2 افترضت ان الابيثيليوم اللي موجود على سطح الاوفري هو اللي تحول الى خلايا تشبه الاندوميتريوم، وراحوا مسمين النظريه ديت ميتابلاستيك ثيوري ميتابليجيا، ولكن ديت ما فسرتش الاندوميتريوزس في الاماكن اللي ما فيهاش ابيثيليوم. النظريه رقم 3 قالت لك ان الفيميل وقت البيريود بيحصل شيدنج والاندوميتريوم دوت بيقع، وفي اوعيه دمويه بتبقى مفتوحه، فالاندوميتريوم دوت بينتقل عن طريق الاوعيه الدمويه المفتوحه. وحط نظريه ثالثه سموها فاسكولار ديسيمينيشن ثيوري، انتشار عن طريق الدم. وهذه جميع النظريات طبعا لم تثبت علميا ولكن تبقى ثيوريز. الثيوري الاولانيه بيسموها تيوبر ريجيرج، الثانيه ميتابلاستيك، والثالثه فاسكولار ديسيمينيشن. طبعا بنشوف ايه تحت الميكروسكوب؟ بتشوف تحت الميكروسكوب اندوميتريال جلانز، اندوميتريال ستروما، وفي بعض الحالات بنشوف هيموسيدرين لما يحصل نزيف. يبقى انا عندي ثلاث حاجات: اندوميتريال جلانز، اندوميتريال ستروما، والهيموسيدرين. طبعا بشوف الكلام ده فين؟ اوتسايد يوترس، غير الادينومايوز. ادينومايوز يعني جلاند جوه العضله، ولكن اندوميتريوز الجلاند والستروما بره العضله. ايه الكومبليكيشنز اللي بتحصل للفيميلز دول؟ اول كومبليكيشن طبعا ان ممكن يحصل بليدنج، نزيف في اي مكان اتزرع فيه الاندوميتريوم في الجسم، والنزيف دوت طبعا ممكن يهيل في اي مكان، مثلا لو في البريتونيوم ممكن يهيل بفايبروزز ويعمل بريتونيال اديجنز. الكلام ده يعمل عند الفيميل بين برضو وقت البيريود، بيسموها ديسمينوريا، لان الاندوميتريوم في اي حته هينزف في الجسم وقت البيريود فيعمل ديسمينوريا. ممكن لو اثر على الاوفر يعمل انفيرتاليتي، او يقفل الفلوبيان تيوب يعمل انفيرتاليتي. ممكن يعمل كومبريشن على اماكن او اوبستراكشن لاماكن في الجسم زي ما خدنا في اليوريتر قبل كده، ممكن يعمل هايدرونفروزز يقفل اليوريتر. ممكن يتكون على اندوميتريوزز على الاوفري وينزف مع الوقت، فالنزيف يطلع بماده لزجه فيها هيموسيدرين اللي هي بيسموها تشوكلت سيست. بيسموها تشوكلت سيست طبعا بسبب اللون. التشوكلت سيست هي مكونه من اندوميتريال جلاندز، واندوميتريال جلاندز نيكروتيك او دامجد مع الهيموسيدرين نتيجه الدم اللي موجود. طبعا الفيميل اللي عندها اندوميتريوزز على الاوفري اتوقع ان ممكن يكون عندها اندوميتريوزز في اماكن اخرى غير الاوفري، مثلا على الفلوبيان تيوب، على البريتونيوم، على في الجي اي تي، على اليوترس من بره، او في اي مكان في الجسم. ده بالنسبه لموضوع الاندوميتريوزز. الموضوع اللي بعده موضوع مهم جدا، اللي هو بيسموه الاندوميتريال هايبربليجيا. والاندوميتريال هايبربليجيا ان بطانه الرحم بدا يحصل لها بروليفريشن، زادت الجلاند وزادت الاستروما. ولو زادت بطانه الرحم عن السمك الطبيعي بتاعها فسهل جدا ان يحصل لها نزيف، فدوت اشهر سبب يعمل نزيف ابنورمال عند الفيميل، ابنورمال بليدنج عند الفيميل من اشهر الاسباب اندوميتريال هايبربليجيا. طبعا الاندوميتريال هايبربليجيا السبب الاساسي رقم واحد هو زياده الاستروجين. ايه اللي ممكن يزود الاستروجين عند الفيميل؟
اللي يزود الاستروجين عند الفيميل ان ممكن الفيميل ما يكونش حصل لها اوفيوليشن، وعدم وجود الاوفيوليشن بيبقى الجرافيان فوليكل لا زالت موجوده في الاوفري والجرافيان فوليكل بتنتج استروجين. بعض الفيميل دي بيسموها انوفيلاتوري سايكل، بعض الفيميلز بيبقى عندها المشكله ديت دائمه كل شهر، فكل شهر يتكون عندها جرافيان فوليكل ما تفرقعش، فدي يسموها بوليسيستيك اوفري ديزيز، يبقى دي مشاكل في عمليات التبويض. احيانا الفيميل ممكن يبقى عندها ورم الجرانيولوزا سيلز اللي موجودة في الجرافيان فوليكل تعمل ورم، الورم دوت هو نفسه بينتج استروجين، او ممكن يطلع ورم سوبر رينال فوق الكدني، وطبعا احنا عارفين السوبر رينال كورتكس هي من وظائفها انها تنتج سكس هرمون، فممكن الورم بتاعها برضو ينتج استروجين ويعلي الاستروجين عند الفيميل. او السبب الاخير ان الفيميل تاخد الاستروجين دوت اكسوجينس، خاصة الستات العواجيز الكبار اللي هم بياخدوا الاستروجين لعلاج الاوستيوبروزيس بتاع العظم، فبنشوف الحالات ديت كتيرة في الحالات الفيميل اللي هم البوست منبوزل اللي عندهم اوستيوبروزيس وبياخدوا استروجين ريبليسمنت ثيرابي، فممكن يبوظ لهم الاندوميتريوم. دي اسباب الاندوميتريال هايبربليجيا. لما نيجي نوصف الاندوميتريال هايبربليجيا بالعين بشوف ان الاندوميتريوم اليوترس طبعا بيبقى السايز الاجمالي بيبقى لارجد، والاندوميتريوم البطانه نفسها بتبقى ثيكند، ولما نيجي نبص على الاندوميتريوم بلاقيه بقى بوليبويد ثيكند اند بوليبويد، بدا يطلع فيه زوايد لان الاندوميتريال جلاندز بدات تزيد، واللون طبعا بيبقى ريد بسبب الهيمورج. اهم ما يهمنا في الموضوع تحت الميكروسكوب بنشوف ايه. تحت الميكروسكوب عندي 3 انواع. النوع الاولاني من الاندوميتريال هايبربليجيا بالنوع اللي بيسموه سمبل اندوميتريال هايبربليجيا، وهذا النوع نوع بسيط اللي بيحصل فيه ان الجلاند بيحصل لها بروليفريشن وبتبقى سيستيكالي دايليتد. اللايننج ايبيثيليوم، لايننج ايبيثيليوم عادي جدا سنجل لاير طبقه واحده، والاستروما طبعا هي سيلولر استروما بيحصل لها بروليفريشن وممكن نشوف فيها شويه مايتوزس، ده بيسموه سمبل اندوميتريال هايبربليجيا. يبقى جلاند عاديه بتبروليفريت وبروليفريشن ده بلاقي فيها سيستيك دايليتيشن بتوسع، واللايننج سنجل لاير وبره ستروما بروليفريتد. الاتساع اللي موجود في الجلاند ده بيشبهوه بالجبنه السويسري بيسموها سويس تشيز، ده التشبيه اللي اتقال على السمبل اندوميتريال هايبربليجيا. لما نيجي نبص للنوع الثاني بيسموه كومبلكس اندوميتريال هايبربليجيا، النوع المعقد. ايه التعقيده اللي حصلت في الصوره قدامنا؟ ان الجلاندز بقت اوفر كراودد، بقت زحمه جدا، بقى extensively perforated، وان الاستروما بقت extensively dense، وان اللايننج بتاع الجلاند نفسه ممكن الاقي فيه pseudo stratification، ان اللايننج ايبيثيليوم بيبدا عدد اللاير تبدا تزيد. يبقى الكومبلكس هايبربليجيا الجلاند زادت، اللايننج زاد، الاستروما زادت. النوع الاسوأ هو الاتيبيكال هايبربليجيا، والاتيبيكال هايبربليجيا نبدا نشوف dysplastic changes او اتيبيا، اتيبيا شكل خلايا بقى وحش اقرب الى المالجننت، والنوع ده خطورته الاتيبيكال ان هو ده النوع اللي ممكن يقلب مالجننت، وده اهم كومبليكيشن في الاندوميتريال هايبربليجيا انها بري كانسرس، غير طبعا كومبليكيشن رقم واحد انها بتعمل بليدنج. تعالوا نفتكر مع بعض اشهر بناين تيومر بيحصل عند الفيميل في اليوترس، وهو اشهر ورم بيجي عند الستات في العالم اللي هو اسمه ليو مايوما. طبعا احنا عارفين ان الليومايوما هي benign tumor of smooth muscles، العضلات اللي موجوده في اليوترس بدا يحصل لها proliferation وبدات تعمل ماس. ومن المعلومات المهمه ان الليومايوما is hormonal dependent، يعني معتمده على وجود الاستروجين، هي بتتغذى بالاستروجين، ولذلك هي موجوده في تتراوح في فتره عمريه عند الفيميل تتراوح من 20 الى 40 سنه. نادرا ان احنا نلاقي الليومايوما بعد ال 40 سنه، ومستحيل تلاقيها بوست مينوبوزال. الليومايوما مع السن بيحصل لها ريجريشن، ومع زياده الاستروجين بيحصل لها بروجريشن وبتكبر. طيب ده بالنسبه للاسباب بتاعت الليومايوما. بالنسبه لشكل الليومايوما لما نيجي نبص على الليومايوما بالعين بلاقي ان الليومايوما طبعا هي بناين تيومر، وهذا البناين تيومر بيبقى ويل ديفايند، ولكن ملهاش كبسول او بيقولوا عليها سودو كبسول، انها تضغط الانسجه اللي حواليها فتعمل سودو كبسول كومبريشن للايه للتيشو اللي حواليها. الكات سيكشن اللي في الليومايوما فيها علامه مميزه جدا، فيها دوامات بنسميها وورلينج، وورلي كات سيكشن. اللون بتاع الليومايوما بيبقى جريش وايت، ولكن ممكن يحصل فيها احيانا سكندري تشينجز، من ضمن السكندري تشينجز ان ممكن يحصل لها كالسيفيكيشن، او احيانا بيحصل لها اوسيفيكيشن، بيحصل تعظم، وطبعا ده يعتبر عباره عن نوع من انواع الاوسياس ميتابليجيا، او يحصل فيها كالسيفيكيشن فتبقى انشف من المعتاد، لانها في المعتاد تبقى فيرم رابري ولكن ممكن تبقى ناشفه خالص. او في بعض الحالات ممكن يحصل لها سيستيك تشينجز، ممكن يبقى فيها حفر،
او يتكون فيها ايه سيستس. المواقع الليوميوما في اليوترس، الليوميوما اللي موجوده داخل الجدار ما بتعملش بلجنج لبره ولا لجوه، دي بيسموها انترستيشيال او ميورال انتراميورال ليوميوما. لو بدات الليوميوما تعمل بلجنج لبره بيسموها سب سيرس ليوميوما، تمام؟ لو الليوميوما عامله بروتريوجن داخل الاندوميتريوم قافله البطانه بتاعت الرحم بهذا الشكل، دي سموها سب اندو سب سب اندوميتريال، وسب اندوميتريال معناها انها تحت الاندوميتريال مباشره، اندوميتريوم مباشره. يبقى مواقع الليوميوما في النص ميورال او بلجنج لبره سب سيرس، او تحت الاندوميتريوم على طول سب اندوميتريال. احيانا الليوميوما بتكبر بتاخد حجم كبير، خاصه النوع اللي هو السب سيرس اللي عامل بلجنج لبره، فيبقى ليها بيديكل بيدانكوليتد. لو هي بيدانكوليتد وبدأ قربت من اورجانز معينه، من اي اورجان في البلفس، هتسحب دم من الاورجان دوت، فيسموها بارازيتيك تيومر. يبقى النوع البيدانكوليتد ممكن لو لمس مع اورجان يسحب منه دم ويسموها بارازيتيك تيومر. البيدانكوليتد ممكن احيانا يبقى بيدانكوليتد اندو سب اندو سب اندوميتريال، تمام، اللي او هي سب ميوكس، تمام، فهي ممكن تعمل بلجنج برضو من جوه وتطلع على الايه او تنزل على السيرفكس. ده ممكن نشوفه في الليو مايوم. طبعا تحت الميكروسكوب اللي ميوم عباره عن بروليفريت سموث ماسلز، والسموث ماسل ديت ممكن الاقي احيانا معاها كولاجين وفايبروبلاست، بس هي غالبيه الورم بيبقى سموث ماسل. السموث ماسل بتبقى سبندل سيلز، ولكن النيوكليس بتاعتها بتبقى رود شيبد نيوكليس او سيجار شيبد نيوكليس. ايه الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل في العيانه اللي عندها ليوميوما؟ بنجمعها في قاعده A B C D. اولا ايه الليوميوما ممكن تبقى اسيمتوماتيك، غالبيه الحالات ليس لها اعراض، اسيمتوماتيك، تمام، ولكن في بعض الحالات العنيفه ممكن يحصل ابورشن، وهنعرف الابورشن دوت سببه ايه اثناء الحمل. البي طبعا بليدنج، ان الفيميل ممكن يحصل لها نزيف بسبب الليوميوما. السي ممكن الليوميوما تعمل كومبريشن، طبعا كومبريشن على مين؟ مكونات اللي موجوده في البلفس زي البلادر وزي الريكتم، تعمل اعراض يورينري او اعراض كونستيبيشن. والدي ان ممكن يحصل لها دي جنريشن، والدي جنريشن ممكن يبقى هايلاين دي جنريشن، ممكن يحصل لها احيانا اوسيفيكيشن، ممكن يحصل لها حاجه اسمها ريد دي جنريشن نتكلم عنها دلوقتي. والاي فور شيت كده حطيناها غش، بنقول حاجه اسمها اكستريملي رير انها تقلب مالجنانت، اكستريملي رير انها تقلب مالجنانت. الليوميوما ما بتقلبش مالجنانت. طيب الريد دي جنريشن معناه ايه؟ الريد دي جنريشن نتيجه الليوميوما بتاكواير لارج سايز، ريد دي جنريشن ان حجمها بيزيد فجاه. وطبعا اللي بيزود الحجم عند في الليوميوما بيقول لك ان في الغالب بيبقى بسبب زياده مفاجاه للاستروجين عند الفيميل. فيميل بتاخد مثلا كونتراسيبتيف بيلز مليانه استروجين، تلاقي الليوميوما كبرت. فيميل وقت الحمل تلاقي الليوميوما كبرت، وتضخم الليوميوما دوت ممكن يموت الطفل ويعمل ابورشن. فالريد دي جنريشن غالبا بيبقى سببه زياده في الاستروجين، وده بيعمل سادن انلارجمنت اوف دي ليوميوما. بعض الناس كانت بتفسره اثناء الحمل الكونجيشن اللي بيحصل في اليوترس بسبب الطفل، او كونجيشن للفينز بتاعت اليوترس، ولكن التفسير الشائع اكتر هو بسبب زياده الاستروجين. ندخل في الموضوع اللي بعده، اليوتراين ساركوما. ايه انواع الساركوما اللي ممكن تيجي في اليوترس؟ طبعا احنا عارفين ان اليوترس كلمه ساركوما معناه ان ورم طالع من الميزنكايم. احنا عارفين ان اليوترس فيه اندوميتريوم، بطانه الرحم من جوه عباره عن ايبيثيليوم، والمايوميتريوم دوت عباره عن مصل، والمصل تعتبر ميزنكايم. اول ساركوما ممكن تيجي في اليوترس ان يطلع سرطان من المصل نفسها، فده نسميه ليو مايو ساركوما. وغالبا الليو مايو ساركوما بتحصل ان اولد ايج ولا يسبقها ليو مايوما، يعني هي غالبا من البدايه بدات ليو مايو ساركوما. بشوف فيها ايه؟ بشوف فيها نفس شبه الليو مايوما بالظبط، مالجنا سموث ماسل سيلز، ولكن بقى فيها فريكوينت مايتوزز، بقى فيها مايتوزز عالي جدا، تمام. في احيانا بيطلع سرطان من الخلايا بتاعت الاستروما اللي موجوده في الاندوميتريوم. احنا قلنا ان الاندوميتريال جلاندز، الاندوميتريال جلاند ان بتوين في عندنا خلايا سترومال سيلز، والاستروما قلنا بتبقى سيلولر. الاسترومال سيلز دي نفسها ممكن تعمل ورم فيسموه سترومال ساركوما، تمام. احيانا بيطلع عند الفيميلز في سن كبير، فيميل اولد ايج، بيطلع عندهم سرطان عباره عن مزيج ما بين ايبيثيليال كومبوننت
وميزنكايمال كومبوننت ممكن يعمل بون مثلا، او ممكن يعمل كارتليج مثلا، او ممكن يعمل مصل. المزيج ما بين الابيثيليوم والميزنكايم ده بيسموه كارسينوساركوما او مالجنانت ميكسد مولاريان تيومر، اللي هو 3M مالجنانت ميكسد مولاريان تيومر او كارسينوساركوما، وده بيحصل في الفيميلز في اولد ايج. في نوع من انواع الساركوما برضه بيسموها ساركوما بوترويدز، اللي هي الامبريون الرابدوميساركوما، ولكن دي شائعه اكتر في السيرفكس عند البنات الصغيرين. طيب تعالوا نتكلم على موضوع الاندوميتريال كارسينوما، سرطان اللي جاي من الاندوميتريوم. طبعا الاندوميتريوم احنا بنتكلم على سرطان طالع منين؟ الاوريجين اوف ذس تيومر هو جاي من الخلايا اللي بتعمل اندوميتريال جلانز، ولذلك احنا بنتكلم على اندوميتريال كارسينوما. الاندوميتريال كارسينوما اشهر سبب ليها في العالم، بيقول لك هي بتيجي اكتر في الفيميلز الكبار في سن من 50 الى 60 سنه، خاصه الفيميلز دول اللي هم كانوا نالي بارا. نالي بارا اللي هي الفيميل اللي ما خلفتش، لان الفيميل النالي بارا معرضه الى الاستروجين لفتره طويله من حياتها، unopposed estrogenic effect. فانا عندي زياده الاستروجين عند الفيميل، خاصة في الفيميلز النالي بارا او الفيميلز الانفرتايل، ده اشهر سبب بيعمل اندوميتريال كارسينوما. لو ان في ارتباطات احصائية بالسموكينج والهايبرتنشن والاوبيسيتي والكلام ده، ولكن تبقى الحالات الاكتر والاشهر هم الفيميل النالي بارا. شكل الاندوميتريال كارسينوما، السرطان لما بيطلع من الاندوميتريوم ممكن طبعا اليوترس بيكبر اسيمتريكال، بيتضخم بشكل غير متماثل. السرطان ممكن يعمل لي فانجيتنج كولي فلاور ماس اكزوفيتك، ولكن الشائع اكتر ان السرطان يبقى انفلتريتيف، يعني ما بيعملش ماس. تحت الميكروسكوب بنقسم سرطانات الاندوميتريوم الى نوعين. نوع بيقلد اللايننج بتاع الاندوميتريوم فنسميه اندوميترويد، وده 80% من الحالات. ونوع بيقلد اللايننج بتاع الفالوبيان تيوب بينتج سيرس فلويد، فده نسميه سيرس تايب، وده اقل نسبة من الاندوميترويد. الاندوميترويد هو النوع الشائع اللي بيحصل بسبب زيادة الاستروجين، يبقى هو مرتبط بالاسباب اللي احنا قلناها اللي فاتت. ولكن السيرس تايب مرتبط بوجود بوليبز في الاندوميتريوم، او احيانا مع طفرة في البي 53، افتكر حرف البي. البي التالتة ان هو بيكون بابيلي، تحت الميكروسكوب بيعمل بابيلي، والبابيلي ديت ممكن تنتج سيرس فلويد، تمام. والبابيلي دي ممكن نلاقي فيها حاجة اسمها سموما بوديز، ممكن نلاقي في الكور سموما بوديز. طبعا دوت ابعد عن شكل اليوترس الطبيعي، ولذلك هو اسوأ في البروجنوزس. الاندوميترويد بيبقى ادينو كارسينوما عادية بتعمل مالجنانت جلاند، ديفرنشيشن بتاعها واحد واثنين وثلاثة بيعتمد على الفورميشن اوف جلاندز. احيانا الجلاند يبقى معاها ميوسين يسموها ميكويد، احيانا الجلاند نفسها يبقى جواها ستراتيفايد سكويمس يسموها ادينو اكانثوما، احيانا الجلاند المالجنان دي طالع معاها جزء سكويمس عامل سيلنست فيسموها ادينو سكويمس كارسينوما. يبقى ممكن تبقى ميوكويد جلاند، هي جلاندز، جلاندز معاها ميوسين ميوكويد ادينو كارسينوما، جلاندز طلع جواها ستراتيفايد سكويمس يبقى ادينو اكانثوما، جلاند طلع معاها سكويمس جنبها سيلنست يبقى ادينو سكويمس كارسينوما. والجريدنج بيعتمد على الجلاندولار فورميشن، ده النوع الادينو كارسينوما، ودوت الاشهر والافضل في البروجنوزس.